لأنه الأيام صعبة والظروف ضيقة علينا كلنا، يعني كلنا. نحنا قررنا نكون حدكن ونحط إيدنا بإيدكن تيمرق هالعيد والأيام يلي جاية بفرح أمل وحب. ولأنه نحنا منآمن أنه ممنوع حدا يجوع وممنوع حدا يكون بردان، جوني وين ما كان حدك، وبالأيام يلي جاية رح أعرفكن أكتر على عائلتي الصغيرة يلي بلشت بالشمال وصارت تكبر وتكبر وتكبر لوصلت على الجنوب، وكلنا بقلب واحد والهدف واحد. انطرونا على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشاشة الـ MTV.